وعبر الهاتف ينضم إلينا السيد أحمد عبد الرحمن، الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية والعسكرية. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أحمد. كيف هي الصورة الميدانية في الساعات الأخيرة؟ تفضل صباحكم، تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. فقط دعني انوه لو سمحت لي لنقطة صغيرة، يعني ملاحظة صغيرة او ملاحظتين سريعا ربما تفيد الناس الذين يستمعون الى التلفزيون العربي. هي منطقة الاتبام، يعني جنوب شمال غرب مدينة غزة، لا يوجد توجد فيها قوات احتلال، يعني حتى الان لم يتم الانسحاب منها، وهذا اشرنا اليه ايضا عبر الهاتف قبل 3 ايام. للاسف الناس تذهب الى هناك لتفقد ممتلكاتها، وهناك للاسف منذ الامس عدد من الشهداء. يعني ندعو جميع اهلنا الا يتوجهوا الى هذه المنطقه تحديدا، مفرق التوام، ابراج المقوسي، منطقه الكرامه. هذه ما زالت قوات الاحتلال، هذا ممر رئيسي، خط هجوم وخط انسحاب لقوات الاحتلال، وهي موجوده هناك وتطلق النار. ايضا شارع 10 ما زالت قوات الاحتلال تغلقه، حتى طريق البحر الممتد من ايضا بموازاه هذا الطريق شارع الرشيد ايضا مغلق، والجميع يعرف انه مغلق. ولكن للاسف ايضا بالامس واول امس حاول البعض التقدم من الجنوب باتجاه الشمال، للاسف وتم اطلاق النار عليهم. هناك حوالي كما قال شخص نجح في العبور، شخص واحد، حوالي 20 شهيد في المنطقة على خط البحر. نرجو من المواطنين يعني ألا يذهبوا لا إلى خط البحر ولا إلى هذه المنطقة شمال غرب مدينة غزة، هذا أولا. ثانيا، الوضع ربما تستمعون في الخلفية لإطلاق نار شبه متواصل في المنطقة القريبة من هنا، منطقة المغراقة، تشهد كما يبدو محاولة للتقدم باتجاه هذه المنطقة المحاصرة. هي محاصرة باتجاه محررة نتسريم، ومحاصرة من الجنوب من اتجاه شمال المصيرات، المنطقة الفاصلة، هناك محاولة للتقدم فيها. هناك في جحر ديك أيضا هي محاصرة من اتجاه أيضا محررة نتسريم والخط الشرقي، وأيضا من جنوب مخيم البريج أيضا محاولة للتقدم فيها، حتى الآن لم تنجح كما قالت مصادر في المقاومة. مخيم البريج شهد في اشتباكات منذ يومين، يشهد اشتباكات عنيفة. هناك يبدو كما قالت مصادر محلية أن هناك خسائر كبيرة لدى الاحتلال، وكان هناك كما قالت كتاب القسام بالأمس محاولة لإنقاذ أحد الأسرى وفشلت، وهناك خسائر يبدو كبيرة، لأن القنابل الضوئية في الليل شاهدناها بالمئات تسقط أو تطلق فوق هذه المنطقة تحديدا، وفوق أيضا منطقة شارع 10. يبدو أن هناك خسائر في المكان. خان يونس أيضا هي أم المعارك كما يبدو حتى الآن، حسب مصادر تفودنا من هناك بأن هناك معارك شديدة وضارية، سواء جنوب شرق خزاعة، جنوب شرق خان يونس منطقة خزاعة، أو شمال شرق منطقة بنسيلة، أو في قلب مدينة خان يونس، يعني من خط صلاح الدين باتجاه الغرب قلب مدينة خان يونس. هناك تقدم إسرائيلي منذ أسبوع أو لجيش الاحتلال، يعني بطيء جدا، ولم ينجح في الوصول كما يبدو إلى مشفى ناصر، مستشفى ناصر. يبدو أنه الهدف الأساس، لأن تقدم القوات تشير إلى هذا المكان، يبدو أنهم يريدون تكرار ما حدث في مشفى الشفاء والأندونيسيا وغيرها من المستشفيات. غزة هنا المنطقة الشمالية، طبعا المغازة قبل أن أنسى، هناك قصف شديد في المناطق الشرقية، أيضا منطقة الزوايدة، ولكن هنا المنطقة الشمالية كما قلنا عبر العرب أيضا قبل 3 أيام ربما كشفنا عن انسحاب كامل لقوات الاحتلال، باستثناء كما أشرت قبل قليل منطقة دوار الإطفام، منطقة الكرامة، هذه يعني في محيط بعضها البعض. هذه المناطق التي أقولها، الكرامة، أبراج المقوسي، أبراج المخابرات، هناك خط إمداد متوقف على هذا الطريق، هو لا يتقدم إلى داخل الشيخ رضوان أو إلى الشاطئ أو إلى أجزاء بيت لاهي الشمالية الغربية، لا هو متوقف كما يبدو لهدف ما، يبدو أنه سينسحب خلال الأيام. أنا لا أستطيع أن أقول على مسؤولية هذا الكلام، ولكن الناس في بيت لاهي عادوا، مشروع بيت لاهي عادوا، الجامعة الأمريكية أقصى شمال قطاع غزة عادوا، ولكن هذا الطريق الممتد من دوقيت أو من زكيم باتجاه منطقة الإتوام، هذا الطريق ما زال يوجد عليه آليات وقوات احتلال وأيضا قناصين للاحتلال.